ضحاياه بعام 2022 تقدر ب 1073 حالة، وهي بحسب مفوضية حقوق الإنسان بالعراق. مقابل كل حالة يقابلها آلاف المحاولات الفاشلة. من صدق أرقام صادمة ببلد مثل العراق. تقدرون تخمنون عن شنو دا أحكي؟ أنا ما دا أتكلم عن ضحايا حروب، أنا ما دا أتكلم عن ضحايا أوبئة متفشية، أنا دا أتكلم عن أشخاص سرقهم الانتحار. السوشيال ميديا والأخبار بشكل يومي تبين لنا عن زيادة ملحوظة بأعداد محاولات الانتحار، ولذلك حلقتنا اليوم حتكون عن الانتحار، وهم الخلاص الأخير. خلينا نستعرض وياكم فقرات حلقتنا لهذا اليوم. راح نلتقي بأم سجاد اللي خسرت ابنها، وراح نلتقي أيضا بهاجر الشابة اللي حاولت أكثر من مرة بالانتحار، وراح نتكلم عن عدة جوانب اجتماعية نفسية وقانونية، وراح نلتقي بمختصين بكل هاي الجوانب، وراح ناخذ رأي شرائح مختلفة من المجتمع العراقي حول ظاهرة الانتحار. راح نبلش حلقتنا اليوم بقصة السجاد اللي من مواليد 2005 اللي انتحر رغم تفوقه الدراسي. لكن قبل أن يخطو هاي الخطوة، القصة صادمة ومؤلمة، خليكم ويانا حتى تعرفون التفاصيل. سجاد، أهلا وسهلا. شلونك؟ الحمد لله. بالبداية أريد نتكلم عنك قبل ما نتكلم عن قصة سجاد، أريد تفاصيل عنك وعن العائلة أكثر. بدايتي كانت ما كانت خياطة صغيرة، شت أخيط بيها منطقة ريفية، وحاولت أوصلهم شوية شوية إلى أن بيوم من الأيام صدر قرار تعيين الأم المطلقات. خلنا نحكي عن قصة السجاد، شنو كان نظام حياته؟ شنو كانت أفكاره خلال حياته؟ هو سباعي، هو هاي درجاته، هاي درجات هاي مال الخامس مطلع من أستاذ ستار، هاي درجاته زين، هاي درجات هاي نصف السنة وهاي نهاية السنة زين، باع هذا معدل 94 طلع بي. زين، هم لاحظتي انه هو حاول الانتحار قبل ما ينهي حياته؟ لا، ما ظهر عليه اي سلوك. لا، السجاد ورا نصف السنه قام يتلك يجي قال ماما شو الاسلوب مالتهم، ما اعرف يعني ما يحترمون الطالب، ما يعرفون انت طالب مستواك الزين، المدرسين يعني الخصوصيين لو المدرسه طبعا. اولا كان مدرس الاحياء الاستاذ علي صبيح، كان اسمه دامش، ما يروح للدوام ويرجع شي عصبي يقول شنو هاي العالم، ليش يقول يعني انا هيجي، ليش انا معقوله هيجي يعني عاملوني يعني انا ما يعرفون هذا طالب شنو مستوى. قلت له ما يخالف. يعني انت حسيتي انه هاي الاشياء اللي كانت تصير يا بالمدرسه من المدرسين اثرت على حالته النفسيه، سوت عنده ازمه نفسيه، صار عنده نوع من الاكتئاب؟ طبعا طبعا، هو قام ما يتحمل المدرسه ما يطيقها. يطيقها، قال لي اني لازم انقل. قلت له لا ماما مستحيل طالب سادس ينقل بهاي الفتره، راح تروح تشوف يعني مدرس جديد وشرح ماده جديده وراح الوضع يعني يتخربط عليك، يخالف تحمل ماما، هو يشين الشهر الرابع راح تقعدون تراجعون بالبيت زين. كل ما هاي قال له ماما يخالف، خلصت. بعدين صارت عندي حاله يعني مرضيه، وحس سويت له اجازه مرضيه، هذا احنا للدكتور عنده هاي إجازة، هاي إجازة يوم الامتحان مع رياضيات ما امتحان، فعنده إجازة زين، وهاي إجازة كان يشكل مفاصل مالته 21 يوم، كان إجتني بصمة من المدير
أثناء الإجازة. أم سجاد، بالنسبة للسجاد إذا ما أجي امتحن أي مادة يعتبر راسي وصفة. رحنا أنا وسجاد دخلنا الإدارة، قالوا ها سجاد مستعد تمتحن؟ قالهم يعني مستعد، يلا تروح تمتحن؟ قالهم إيه. جي السادة رزاق قالوا إحنا ما عندنا شغلة وعاملة، بس سجاد يصيح وبجحه قدامنا إحنا. يعني عشان أواجه كلام مو حلو مقبل المدرسين. طبعاً 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 أول مرة أشوف هيك أسلوب مال مدرسة، هيك محترم وطالب، أول مرة بحياتي. إيش كم سنة صار له سجاد؟ شنو اللي صار بيوم انتحاره؟ شنو تفاصيل هذا اليوم؟ يوم 1/4/2023. أنا وسجاد وأختي مريم، مريم صف سادس سنة. زين. مريم وأني نزلنا يم مدرسة دار السلام المستشفى العام. وسجاد طل بالسيارة وطلع وين؟ راح المدرسة الرازي على أساس يمتحن، وكان يوم بصمة، يوم بصمة مال هوية مال وزاري. حلو. فمن الفرحة سجاد كان بالليل كله منايم يراجع المادة. كان متحمس للامتحانات. طبعاً طبعاً طبعاً، قال راح أفرح المدرس إذا مو مية ما امتحن. راح أفرح المدرس ما يقبل إذا مو مية. الله شاهد علي. زين. راح سجاد على أساس يمتحن المادة، وأنا مريم نزلنا. شو على ما كملت أختي بصمت خابر سجاد، قال لي ماما شو المدير يقول لي أنت مفصول. قلت له شلون مفصول؟ على أساس؟ قال ما أعرف. قلت له زين ظل وأنا جايتك هسه. زين شنو صار ويا المدير؟ بعدين المدير من قمنا نحكيها قام يحكي بدون خلق ويزمخ علينا ويصيح. زين قال انت مفصول. قلت له وين الانذارات؟ فمن طاني اي انذار له طالب لازم يعطيك انذار اول، انذار ثاني اذا كان غايب موقع من ولي الامر. من طاني اي انذار له؟ راسا قام يصيح بسجاد، لزم سجاد هيجي. سجاد اللي عمره حد ما حد صاحب، يعني مد ايده على طبعاً طالب. طبعا مد ايده على ابني قدام اخته، مد ايده على ابني يعني رغم حضور اهله. طبعا انا واقفه واصدقائه واقفين، وكانت اللي بنات من ولد جاي تبصم وتطلع، والله باعون هيجي على سجاد يعني عمره ما حد مخجله بهيك موقف. طب سجاد على صدره ودفع هيك شيء، اجى سجاد علي هيك شيء. زين شنو اللي حسيتي بوقتها؟ وقتها يعني ما استسلمت، قلت له لا مام لا استاذ، كل احترام لا استاذ، بس قل لي شو اسوي هسه؟ تعرف يعني سجاد يعني انا منتظرته بهذا اليوم اريد يمتحن. لا حطته بوجهه صح، حتى اذا اكو مثل كانت بداخلي فد نيران فانا ما طلعتها قدامه. استاذ الله يسهل لك ان شاء الله، والله يستر عليك، سهل الامر السجاد يعني شنو الموضوع، وباكر امتحانات، بكل اسلوب حلو. يعني انت رغم الموقف اللي ما حبيتيه اللي صار ويا ابنك من تصرف المدير، لكن عالجت الموضوع بطريقه محترمه. للاسف 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 سجاد كان غاض كلش، واكو بركان داخل يريد ينفجر، وانا لازمته لو مخلي ابني بس صايح مثلا طلع النار اللي بقلبه يمكن مقتل نفسه. سوى ظل محترمهم. يعني الكتمان كان سبب. طبعاً كتمان. قاعدة أنا وسجاد يريد بس يخليني أقوم وأطلع من الإدارة، يقول لي ماما أوف كافي، هذا توسل، وإحنا ما عدنا شيء على مود نتوسل إله. زين امشي أوفي، يعني ما أشوف بس إله. يعني سجاد بس يحكيها بس هيك الدموع مالته تنزل على إيديه. كان دايبشي. طبعاً دموع كان تنزل على إيديه. أنا المفروض أخذ ابني وأطلع. زين بس يريني اطلع، قلت له لا ماما ما خليك هيك الضوج، ولا خلي يعني واحد ياخذ حقك وما تمتحن، لازم تمتحن. طلعنا انا وسجاد، قلت له ماما بس اوقف لي بالباب هنا بس انا احكي وياهم وارجع. زين طلعت، على ما حكيت وياهم سجاد دق علي بالتليفون، اني طي رفض. من طلعت ما لقيت سجاد. ما لقيتي؟ ما لقيت السجاد بالباب. طلعنا أنا وأختي ما لقيت السجاد.
ما أعرف هذيك الساعة حسيت إنه سجاد اختفى. شنو اللي خطر ببالك؟ أول مرة اللي خطر ببالي ما أعرف سجاد أول مرة ما يروح عني ما يعني المكان أنا ما أعرفه وين. أول مرة سجاد يبعد عني. بس أخذنا تاكسي ورحنا لله. قال لي روح أنا رحت الجسر. شو تسوي؟ قلت له شو تسوي رحت الجسر؟ سجاد سجاد تصرخ الشارع بالتليفون سجاد سجاد. كان يسمع صياحك بس يسمع صياحي. قال لي ماما يبكي ماما أنا آسف. احنا جدا نقدر مشاعرك ودموعك الابن الفقيد. آخر كلمة اسمعها من سجاد آخر كلمة يقول لي أنا آسف. أعتقد كان يعتذر لأنه ما قدر يفرحك طبعاً بنجاحه. اعتذر لأنه راح أتألم عليه يعرفني ما فارقه. يعتذر لأنه ما قدر يفرحني بديوم كنت أنت أرضى من عنده. ليش يقتلون ابني الوحيد؟ أنا ما أريد شيء هسه ما أريد شيء. زين كملي لي بعد الاتصال. صعدنا أول ما نزلنا بداية الجسر بالبداية يعني بالطرف مالته أني صح كنت أباوع جوا على الجرف. الله شاهد على التباوع جوا على الجرف مالت الشط يعني على الماي توين شو ما سجاد بس اختي باوعت لفوق على الجسر لفوق على الجسر من فوق ايه. المحجر من النص من العالي كلش يعني بس وين ما باعتيت شافت أخوها طفر بس صرخت سجاد. يعني حادثة انتحار صارت قدام عيونكم؟ قدام عيني اي صح السجاد انا التفت شفته رأسي شفت شي يعني شلون هيك شفت ابني فوق الماي رافز طلعت وياه من اروح ويا سجاد لو اظل ويا خواتك سجاد انا خجلانة من عنده ليش ما نزلت ورا سجاد منطيته بس ثانيتين هوا هيك يشم الهوا بعد الموت سوى ليش أنا ظليت أموت ورا يومية موتة كل لحظة أموت موتة أنا كنت منتظرة شهادة تخرج مال سجاد أحصل على شهادة وفاة. من عند الضمير هسه عنده ولد يتقبله ولد واحد. أنا جدا مقدر مشاعرك و الله يكتب الرحمة والغفران على ويكتب لكم الصبر. أتقبل أي شيء يعني أنا لحد الآن ما مقتنع سجاد راح بعدنا ننتظره من يوم 5/4 توفى لا 5/5 صار لشهر لا 5/6 أحسب كل يوم 5 عبر لشهر. معقولة أنا صار هاي الفترة كلها سجاد ما شايفته؟ معقولة السجاد ما يبعد عنا هاي الفترة كلها؟ مستحيل. شنو الكلمة اللي توجهها لشاب أو شابة يائسين من الحياة أو يواجهون مشاكل أو أزمات نفسية؟ شنو الكلمة ممكن توجهها بما أنه أنت مريتي بهاي التجربة؟ أي شاب أي شاب سواء أنه عنده أخوان يعني غيره وأخوات سواء أنه يعني عاطل عن العمل أو متقدم بحياته أنصح النصيحة أنه ما يخلي ألم قلب والدته. الموت لاحق علينا بأمر الله كلها تموت بس مو هو يروح له برجله لأن هاي تعتبر خيانة. من مدينة الناصرية تحديدا سجاد ما كان الحالة الوحيدة هنا. الكثير قرروا أن ينهون حياتهم عن طريق الانتحار. من هم وليش وشنو الأسباب والحلول خلينا نطلع على حديث علي الناشي رئيس منظمة التواصل والأخاء الإنسانية وسكرتير خلية أزمة الانتحار المتمثلة بمحافظ ذي قار عام 2016. خليكم ويانا. مرحبا أستاذ علي. أهلا وسهلا بك يا مرحبا. شنو أكثر الفئات العمرية اللي هي عرضة للانتحار؟ ليش؟ مما يؤسف له هو الشباب. ليش؟ نتيجة التفكك الأسري، انتشار تعاطي المخدرات،
هو غياب المرشد التربوي أو القدوة في المجتمع. ليش دائما ذيقار في مقدمة المدن بحصولها على حالات انتحار؟ أنا أعتقد باقي المدن بها موجودة، بس لأن ذيقار نقول نتيجة الشفافية الموجودة سواء في قيادة شرطة ذيقار بذكر الأعداد، وكذلك في الصحفيين اللي المهنية العالية عندهم بذكر الحدث. شلون ممكن نحد من ظاهرة الانتحار؟ طالبنا ولازمنا نطالب بضرورة إيجاد خط ساخن لمحاولي الانتحار. الخط الساخن يعني عندما يتعرض أي شخص أكو فد رقم خاص، قلنا يعني طالبنا بالحكومة بأن يوجد في مكان مستقل كالجامعة تكون يعني اللجنة هي لجنة خلية أزمة الانتحار أو من ينوب عنها تقود هذه يعني هذا الخط الساخن، وبالتالي توفير المساعدة الدعم النفسي لمحاولي الانتحار. برأيك الخط الساخن راح يحد من الأعداد المتزايدة بظاهرة الانتحار؟ شيء أكيد راح يكون له دور، ولو يعني لو 10% لو 15-50-80% راح يكون له دور. شنو السبب؟ يعني معظم اللي محاولي الانتحار لم يجدوا يعني الشخص اللي يلتجئوا له، يعني مثلا اللي مثلا بالنسبة للشباب الطلبة لم يجدوا الباحث الاجتماعي في المدارس اللي يروح يسولف له مثلا يعني يحكي له قصته شلون متأذي شلون هاي. مثلا المرأة يعني خاصة النساء هنا مستضعفات تعتبر ما يعني ما تلقى فجهة تروح تستند إليها، فجهة معايدة. فالخط الساخن يعني خاصة إذا حافظنا على حياديته من أساتذة مال جامعين ومن أطباء نفسيين ومن منظمات المجتمع المدني راح يقدر يحل هذه المشكلة. فبالتالي اللي كل راح يحاول الانتحار أو يفكر بالانتحار راح يروح يراجع الخط الساخن، يوضع له فتح له سواء مثل دعم قانوني، دعم نفسي، دعم اجتماعي، دعم اقتصادي وما إلى ذلك. شنو تعليقك على قصة سجاد؟ سجاد كان له سببين. السبب الأول نتيجة التفكك الأسري، نتيجة والدته مطلقة وهذا راح يبقى تايب هاي وحدة. والشغلة الثانية عدم وجود الباحث الاجتماعي بالمدرسة، لو كان باحث اجتماعي والتجاء لسجاد للشكوى سواء من المدرس اللي غيبه أو من الأستاذ اللي ما خلاه يمكن حلت مشكلته وما كان تعرض لسجاد راح انتحر. تشوف انت فقط مدرسه السجاد ما فيها باحث اجتماعي لو اغلب مدارس. لذلك احنا قدمنا طلب للوكاله المتحده اليونيسيف بان يكون دور الباحث الاجتماعي من خلال تدريب مدرس الفنيه ومدرس الرياضه مع الاحتفاظ بوظيفته كمدرس فنيه ورياضه، تدريبه ادخاله بدورات مكثفه لل يعني يتعلم الباحث الاجتماعي والطب، يعني كان يكون باحث اجتماعي بالمدارس اللي ما بيه. أستاذ علي شاكر جداً لرأيك وشكراً لمشاركة هاي المعلومات ويانا. شكراً جزيلاً وأنا ممنون منكم. كنت دائماً أنضرب أتأذى، حاولت أنه أنتحر أكثر من مرة ومرتين. طبعاً هو الانتحار حرام بكل الأديان السماوية. دائماً يكون ديروا بالكم على أبنائكم. أهلا بكم من جديد، راح نكمل كلامنا عن ظاهرة الانتحار وهم الخلاص الأخير. خلونا نشوف هسه شنو آراء الشارع العراقي حول ظاهرة الانتحار. طبعا هو الانتحار حرام بكل الأديان السماوية، إن رب العالمين من خلق الإنسان تكفل طبعا بأمور حياته كلها، كل ما يكون توكل على الله وإيمانه قوي هذا الموضوع يبتعد عنه. يعني الانتحار راح يؤدي إلى عقوبة للمنتحر ومسبب ثاني للعائله اللي تركها. الضغوط النفسيه وايد تاثر على الافراد، ضغوط المجتمع، ضغوط البيت، فهذه كلها لها جوانب سلبيه. يعني طبعا الانتحار له اكثر من سبب واكثر من ضغط، منها يعني مثلا تفكك الاسره، منها الضغط الاجتماعي، زياره الطبيب النفسي عندنا فد شيء انه عيب او فد شيء انه يعني غريب، يعني اكو ناس ممكن تروح للعراف وما تروح للطبيب النفسي. فاحنا دائما نقول الاولياء الامور او الاهل دائما يكون ديروا بالكم على ابنائكم. كلنا هاي نفتقرها حاليا بالعراق، حتى من ناحيه الاهل ماكو اي دعم نفسي وماكو اي حملات ناشطه على هذا الموضوع. بس اذا بالبدايه يقدر يعالج روحه بروحه، عنده طريقين، يا يسوي مال رياضه وال وشغلات اللي هو اللي راح يبحث عليها، يا روح الطبيب نفسي ويخلص. يعني اذا انت طبيت بالاكتئاب انت لازم تروح عند طبيب نفسي، هو اللي راح ينقلك لمرحله العلاج. احنا ليش نطلب هاي الدوامه؟
نحصن نفسنا، نثقف نفسنا ضد الاكتئاب، ضد الانتحار، نكون عندنا هوايات، نقرأ، نلعب، نمارس رياضة. الرياضة تعدل كثير من الهرمونات، تفرز هرمون السعادة. دفعت مشاعر الألم واليأس الشاب سجاد إلى الانتحار ونجح في إنهاء حياته، لكن هاجر من بغداد فشلت كل محاولاتها المتعددة بالانتحار. تعالوا نسمع هاجر وهي تسولف لنا عن كل محاولاتها بالانتحار، إضافة إلى اللقاء مع الدكتورة النفسية. خليكم ويانا. مرحبا هاجر. مرحبا. شلونك؟ الحمد لله بخير. اليوم أريد نحكي أكثر عن التجربة اللي مريت بها بما يخص الانتحار والأزمات النفسية أيضا. حياتي بالسابق كانت ما حلوة، كنت دائما أنضرب، أتأذى. من منو؟ من أهلي. زين. أي كنت دائما أنضرب، أتأذى، يعني هواي صارت شغلات يعني بسبب كل هذا الشيء، يعني الضرب اللي صار والهاية صار عندي صرع، حاولت إنه أنتحر أكثر من مرة ومرتين. بسبب التعنيف الأسر اللي مريت بيه صار عندك صرع. نعم. وهم يدرون يعني؟ شنو كانت ردة الفعل مالتهم؟ ما أعرف، بس أني أتذكر إنه لما كنت أروح يوم أبويا وبكته كان شعره كلش طويل. طيب. فكان يلزمني من شعري وبالحائط. والدتك شنو كان رأيها بالموضوع؟ أمي وأبويا منفصلين. أها. زين، الموضوع كان على يعني بشكل يومي لو على مواضيع معينة تسويها أنت لو شنو؟ لا، كنت يعني كل ما أروح البيت أبويا كانوا يوصلوا لحكي إنه مثلاً هاجر هيجي سوت، هاجر هيجي شفناها، هيجي سمعنا مسوية. فهو المفروض يعني قبل كل شيء انه يجي يتاكد، لكن هو ما كان يتاكد، رستن يجي يضرب بدون اي تفاهم. شنو كان يخطر ببالك هاي الاشياء كلها من الصريات؟ شنو كنت فكره انه تسوين؟ انتحر. زين، ما فكرتي تعالجين الموضوع بحلول اخرى؟ لا. يعني انت حاولتي انه تعالجين الموضوع لو اقتصرت محاولاتك على فقط انه تكسبين تعاطف الاهل؟ لا، حاولت لكن ما كان اكو اي شيء يصلح هذا الموضوع. شنو نقطة التحول اللي صارت بحياتك اللي حسيتي بيها خلاص ما عندي غير فقط الانتحار واللي هو عمره ما كان الحل؟ شوف، اني بوقتها اول مرة لما جربت الانتحار، لما تعرضت للتحرش من شخص ما أقدر أذكر من هو، لكن شخص كان كلش قريب من عندنا، فأكثر من مرة ومرتين وثلاثة. نعم، من مرة ومرتين وثلاثة أني تعرضت للتحرش، وكنت كل ما أقول لهم إنه أني تعرضت للتحرش ما كانوا يصدقون بي. فبالأخير لما إنه حبتي طلعت بي وسوى حادث وتكسر، يلا صدقوا بي. شو وقت أول مرة فكرتي إنه خلاص راح أنتحر وأنهي حياتي؟ أول مرة تعرضت للتحرش. ها، ذيك الفترة. أي أول مرة. شو سويتي؟ موس رحت جبت، طبيت الحمام، قفلت الباب. زين. لأن غرفتي ما كان بها قفل، وشققت إيدي. طيب. أول مرة تأذيت كلش هواية، وظليت يعني لافة إيدي وما خلي أحد يشوفها، وألبس بلوزات ردنها طويل. ثاني مرة لا، خلاص إنه ما حسيت بأي وجع، كلش صار طبيعي الموضوع بنفس الطريقة. أي. وثالث مرة، فتحت كاميرا ويا أمي وقدام عينها صار الموضوع. شنو شرت فعل أمك؟ ظلت تقول لا، وراح أجيب تشمي وكافي وعوفي هالسوالف، وبيبتي طلعت من البيت، ويعني صار حوار كلش كبير. من خلال تجربتك كونك أنت حاولت الانتحار ونجيتي منه، شنو الشيء اللي ممكن أو الكلمة اللي تقدميها للشباب اللي ممكن يفكرون بأنه يأخذون هذا الطريق كحل لمشاكلهم؟
أقولهم إنه لازم يرجعون يفكرون صح، لأن هذا أبداً مو حل. مجرد راح يأذون نفسهم، مجرد إنه جسدهم اللي راح يتأذى، ماكو أحد راح يتأذى، هم اللي راح يتأذون. مرحبا بكم مشاهدينا الكرام، نرحب ايضا بدكتوره حنان جمعه، دكتوره بعلم النفس. اهلا وسهلا بيك. اشكركم على الاستضافه. شكرا لانضمامك وراح تشاركينا هذا الحديث حول ظاهره الانتحار. بالبدايه هاجر، المشاعر اللي كانت عندك قبل ما تحاولين تنهين حياتك، بعد هي موجوده الان بداخل هاجر؟ لا، لان انا قلت لك انه انا كلش متندمه على التجربة اللي سويتها بحياتي أكثر من مرة، أو ملاحظة إنه اللي يحكي مو مثل اللي عيش تجربة، لأن التجربة راح تكون كلش صعبة. يعني تشوفين الناس ما قاعد تحس بالمعاناة والأزمات النفسية والأشياء اللي ممكن يمر بيها من يوصل لمرحلة إنه يفكر بالانتحار؟ بالضبط، يعني هسه ممكن إنه أنا اليوم هاجر انتحرت، هاي انتهت حياتي. قبل ما تنفذين اللي سميتيه انتحار، نعم، اول شيء هذا هو تنبيه للانتحار وليس انتحار. نعم. اوكي، لجنابك اللي سويته. قبل ما تنفذين ايش قد اخذتي وقت تفكير؟ خلينا نبدي باول محاوله. اول محاوله ما فكرت نهائيا فراسه. لا ادري شلون فكرتي انه اني راح انتحر بوقتها؟ ماكو وسائل اخرى حبيتي تعبرين بها؟ لا، بوقتها انه اني انضربت وبنفس اليوم اللي تعرضت بالتحرش. خلي شوي نترك على جنب، اكو امور هي اكو فد اشارات كانه سدت كل الطرق قدامك. لا حبيتي شوفي دكتوره، يعني هو لما تعرضت للتحرش بوقتها انضربت من صرحتي الشخص. من صرحتي؟ اي لما قلت لهم انه فلان. نقطة واحد هذا. لما قلت لهم انه فلان تحارش بي ما حتصدقني، واجي يعني جاوبوا. لان انت العنصر الاضعف، فالمفروض انت تسكتين وتتقبلين. وكانت انتهت هذه اول مشكلة. اللي بعدها هذه انا متأكدة اللي من بدت هذه المسألة اللي ذكرتيها حضرتك، رقم واحد أنت ما صدرت عندك ولا بذرت عندك فكرة الانتحار، لأن يعني توقعتي أكو إسناد راح يجيني من شخص ما، أكو أحد راح يسمعني. بالضبط. فراح يتوقف هذا الأذى عندي، فأني بس محتاجة تفهم. أنا بالبداية بس كنت أفكر أنه أنهي حياتي وها هي خلاص. لا، أنت ما كنت تفكرين تنهي حياتك، أنت بعد ما استنفذتي كل المحاولات اللي توقعتي اكو اسناد من سين وصاد واشخاص اخرين من مطرش حتى السمع. اني اكثر من مره متعرضه للتهديد وهو رفع علي سلاح. والدك؟ ايه رفعت يعني سلاح بسبب افكارك يعني، وانه لا لا تقولين انه وسيله قوه، وسيله لما يضربني هاي. يعني مرتين او ثلاثه اني مرت ابويا ناقذتني من محاولاته. اي اني لو ما مرت ابوي، اخير مره لما رحت التكريت ف كنت اتوسل ببابا بس رجعني، اني ما اقدر، فبالاخير ما تحملت. طيب. طقيته بوجهي، قلت اني ما اقدر، فقلت انه اذا اسوي مشكله ممكن ارجع، فقلت له اذا انت تبقيني هنا انا راح اسوي لك مشاكل، راح اهجم بيتك. قام لزمي دطخ راسي بالحائط حرفيا بذاك الوقت، انه شفت ملك الموت قدامي، قلت هاي راح اموت اني. يعني هذا كان التعنيف، كل ما تطلبين انه يزيد العنف اكثر. أيه. كل ما تطلب اكثر، كل ما تشكي اكثر. يعني هي ما حجبت اعتراضها من اول، خلي اقول مكاشفه هي وياه. بدت هي طفله صراحه معبره داخلها الكثير، تحب تحكي يعني تشوفها. وفي بعض الأحيان يكونون الأولاد هم أنضج من العائلة. هاجر، بعد هذا الأمر كله اللي صار، إحنا ما نريد نشتر المشاكل مالتك، إحنا من نحكي المشكلة ترى إحنا تشافينا من عندها، أو بدينا نتشافى، نعم، من صرحنا بيها، ودا أحس عندك فت قوة أنت.
عندك خطط مستقبليه لنفسك بغض النظر عن انه ترجعين لذاك الوضع؟ اكو شيء ببالك هسه خلال هذه الفتره؟ خلي اعتبرها فتره ريست فكري. ايه فكرتي بشيء بينك وبين نفسك؟ تقدرين تقولي لي شيء لو ممنوع التصريح؟ اول شيء انه اريد اكمل دراستي جيد واخذ الشهاده اللي انا اريدها. ثاني شيء انه اذا الله وفقني وكمل لي دراستي وهاي فممكن اخذ اخوي. تسعبين اخوك للبيئه اللي عايشه بيها هسه؟ اي عايشه ببيئه احسن. هاجر اقول لك مفتاح واحد، انت تحبين ان هسه لو كلهم تقتليهم ما ترتاحين، بس تقدرين تقتليهم بنجاحك. فحاولي تشتغلين على هالامر هذا، وكل ما تجي فكرتهم او يجي شخص من عندهم قولي ما افكر بي اليوم، خلي ابعد الفكره. علما هذا التدريب لنفسك يوم عن يوم يصيرون اشخاص عاديين مو مهمين عندك. هاجر اريد منك كلمه لكل الشباب اللي ممكن يفكرون بالانتحار. الانتحار امره ما كان حل، الاي مشكله ممكن تواجهكم اليوم او باكر او بعدها. أكثرية اللي يمرون بهاي التجربة، تجربة الانتحار، يصير عندهم أصلاً اكتئاب، فهل يعني إنه هاي الناس اللي تمر بتجربة الانتحار تعاني من أمراض نفسية؟ وشلون ممكن نعالجها خاصة إحنا ببلد ما يثق بثقافة العلاج النفسي؟ أحد مراحل الاكتئاب هي قد تقود إلى الانتحار. لو أسأل هي أي مرحلة؟ الاكتئاب هي ثلاث مراحل، المرحلة الأولى والمتوسطة والمرحلة الأخيرة. المرحلة الأخيرة هي اللي ممكن في بعض الظروف انه يقدم المصاب الى ان يكون يقوم بهذا الفعل الانتحار فقط. زين بشكل عام شلون ممكن نعزز الثقافه النفسيه؟ لان احنا قلنا بالبدايه انه اكو فد نسبه من المجتمع ما تتقبل اصلا العلاج النفسي واكو تبتعد عنه، فشلون ممكن نعزز الثقافه النفسيه؟ انه اكو متابعه، اكو توعيه مجتمعيه بشكل ما اني أخلي إعلانات لأي أمر، ما أخلي نوع من التوعية، أخلي نوع من المادة الدراسية اللي ثابتة بكل المواد بكل المراحل، إنه هذه التوعية أخلاقية، إنه كيف يكتسب أخلاقه، كيف يحافظ على جسمه، كيف يحافظ على مجتمعه. شنو ممكن الوقاية؟ شلون ممكن تعالج من نشوف شخص، يعني من نشوف شخص يمر بهكذا علامات ممكن تكون في مرحلة خطر، شلون ممكن نعالجها قبل ما يتوجه انه نعم ياخذ الانتحار كحل جدي؟ اول العلاج هي صراحه في اربع مراحل للعلاج. اول شيء يفترض يكون اكو بروتوكول دوائي انشط عنده هرمونات معينه على مود اقوي النواقل العصبيه اللي عنده، كانه تفرز هرمون السعاده، هرمون التفكير، هرمون الراحه، هذه كلها وتحتاج هذه الى تريتمنت يعني من 6 اشهر الى سنه يبقى يستمر على الادراك الدوائي زي. عنده النوع الثاني يكون العلاج الإدراكي، أبدي وياه جلسات، شلون أنا هسه قاعدة ويا حضرتك جلسات انفرادية، وأبدي أسأله عن أفكاره. هو من يبدي يطرح الأفكار مالته أبدي هو أطلب منه أنه يصحح أفكاره. أنت من قدمت على هالسلوك أو مفكر تقدم على هالسلوك، هل هذه خطوة صحيحة؟ يبدي يحط هو معاييره. المرحلة بعدها المرحلة السلوكية، أنه أنا أغير عاداته الحياتية كاملة، عاداته بالنوم، عاداته بالأكل، عاداته باهتماماته الشخصية، أدخل له أهداف، أدخل له أمور جاذبة، أبدي أني من خلال ما يصرح كيف أحول مسار تفكيره، كأنه دا أقول له أنه هذا الطريق أنت مشيت بيه وجربته وشفته غير مجدي، شنو رأيك تجربه؟ كل هذه أول خطوة أنه أني أصنع الألفة بيني وبينه. بعدها إحنا نسميه العلاج التحليلي، أنه أرجع الباكراوند مالته العائلي، منه من كان طفل شنو نوعية المشاكل، شنو نوعية الأذى اللي تعرض له، ومن هو الشخص اللي تعرض له، والآن إذا تعرضت إلى نفس الفعل شنو راح تكون ردة فعلك. كأنه أنا إذا أسحب سلبياته والضغوط اللي تعرض لها وأحطها مقابلة وأقول له تفضل أنت قيم عليها حكم الإعدام. دكتورة حنان شكرا لمشاركة رأيك ومعلوماتك بمجالك بهذه الحلقة. شاكرة حضراتكم، ممتنة جدا.
الله سبحانه وتعالى حرم قتل النفس. نعم احنا كمشرطة مجتمع يعني انقذنا 21 حالة انتحار، محاولة انتحار من قبل شباب. كثير من الحالات الموجودة بالمجتمع عندهم سلبيات وعندهم مأساة كثيرة، ما فكروا بالانتحار، فكروا عندهم دافع داخلي شلون انهض من جديد. ارتفاع معدلات واحصائيات ظاهرة الانتحار صارت مشكلة تقلق الأسر وأيضاً الجهات المعنية. البعض صار يستعمل الانتحار كوسيلة للاحتجاج والرفض، وفي بعض الأحيان وسيلة للحصول على تعاطف الآخرين. خلينا نشرح وياكم ونستعرض احصائيات الانتحار الرسمية في العراق في الأعوام الأخيرة. ابقوا ويانا. حسب المتحدث باسم الوزارة، بلغت حالات الانتحار بعام 2016 343 حالة، وارتفعت في عام 2017 إلى 449 حالة، وزاد ارتفاعها في عام 2018 إلى 519 حالة، وفي عام 2019 بلغت 588 حالة، وفي عام 2020 ارتفعت إلى 644 حالة، وارتفعت أكثر في عام 2021 إلى 863 حالة. عام 2022 بلغت 1073 حالة. كشفت محافظة ذي قار عن تسجيل 102 حالة انتحار في عام 2022، واغلبها كان من الشباب. الجدير بالذكر انه كل شهر 4 الى 3 حالات محاولات انتحار تحصل في ذي قار. وايضا للمعلومة انه الفتيات كانت ضمن الاحصائيات لها نسبة اكبر من الشبان والرجال. سمعنا عن ظاهرة الانتحار من عدة أطراف، من والد السجاد ومن هاجر الشابة وأيضاً من الدكتورة النفسية، لكن حتى تكتمل الصورة لازم نسمع رأي الدين ومن ممثل وزارة الداخلية. خليكم معنا. مرحبا سيادة العميد. أهلاً وسهلاً، شرفنا بهذا الجزء من الحلقة. اليوم راح نتكلم عن الانتحار بشكل عام. شنو الإجراءات اللي تقدمها وزارة الداخلية بشكل عام حول ازدياد حالات الانتحار؟ وزارة الداخلية تعمل جنبا إلى جنب مع الوزارات الأخرى المعنية بهذا الموضوع بكل مؤسسات وزارة الداخلية، الشرطة المجتمعية، المديريات الأخرى المعنية. نعمل على مع وزارة التربية، وزارة الشباب، الصحة، وزارة العمل أيضا لها دور مهم، وباقي الوزارات الأخرى، منظمات المجتمع المدني، مؤسسات أخرى، الإعلام، كلها لها واجبات ومهام. إذا لابد أن يكون هناك يعني خطة وطنية وسياسة وطنية متكاملة حتى نستطيع أن نحد من هذه الحالات. زين، شنو الإجراءات اللي تقدمها وزارة الداخلية للناس اللي نجوا من الانتحار بعد تجربتهم بالانتحار؟ أكو مراكز للتأهيل النفسي ولدعم الصحة النفسية؟ نعم، إحنا كمشرطة مجتمعية يعني أنقذنا 21 حالة انتحار، محاولة انتحار من قبل يعني شباب وشباب بالعام الحالي خلال هذا العام، وهذه الحالات كلها يعني لابد أن يكون هناك تقديم دعم نفسي ومعنوي لهذه الحالات. نفهم الشباب الذين حتى الكبار يحاولون الانتحار إنه الحياة قد تضيق عليك يوم لك ويوم عليك، قد إذا ضاقت عليك فاصبر، تحمل، واجه المضايقات والتحديات اللي تتعرض لها حتى تعبر إلى أيام أخرى، أيام جميلة، أيام سعيدة، أيام تقدر بها تحقق أهدافك. التحقيقات اللي تصير عند حدوث حالة انتحار، هل هي تعالج مسألة الانتحار بشكل عام؟ بالتأكيد يعني الحالات، شوف يعني موضوع الانتحار أيضا مرات تسألون على الأرقام، والأرقام أيضا متغيرة تتغير، يعني كثير من الحالات هي تسجل حالات انتحار، لكن بعد التحقيق بعد أشهر يكتشف ضابط التحقيق والمحكمة يكتشفون أنه هاي جريمة قتل، خصوصا ضد النساء مثلا، يقولون انتحرت وبعدين تطلع جريمة قتل. وأيضا العكس، أحيانا شخص ينتحر وأهله بسبب يعني الخوف أو الخجل أو الوصمة الاجتماعية، ابتعد عن الوصمة الاجتماعية، أنه هاي عائلة بها ناس تنتحر وحالات نفسية وكذا،
فما يسجلوا حادث انتحار، يسجلوا حادث عظمي يحترق او كذا او احد الطرق اللي هو انتحر بها، انه ما يعني يدعون انه ليست حاله انتحار بس هو يعني قضاء وقدر او حادث عرضي. صح. زين انت اكيد اكو تحقيق بعد ما يصير هيك موضوع ذكرت حاول انه الناس بعض الناس ياخذوها كوصمه عار مثلا، بعد ما التحقيق يكشف انه هو كان انتحار شنو الاجراءات اللي تتخذ؟ بالتاكيد يعني الاجراءات تتخذ يعني تسجل حاله انتحار، واذا كان هناك شخص تسبب بالحاله يعني نتيجه تعنيف او دفع او كذا فبالتاكيد يعاقب وفق قانون العقوبات العراقي. زين لازم تكون حملات توعويه على كافه المستويات على مود انه نوعي الناس اكثر حتى ما يعتبروا الانتحار كحل، لان الانتحار عمره ما كان حل. شنو اجراءات وزاره الداخليه من هذا الجانب، من الجانب التوعوي؟ الجانب التوعوي يعني الشرطه المجتمعيه متكفله به بالاضافه الى المؤسسات الاخرى. اشتغلنا على المدارس، بالجامعات، المؤسسات الحكوميه، منتديات الرياضه والشباب، منتديات الشرطة المجتمعية، بالمناسبات، عبر مواقع التواصل الاجتماعي، نثقف أنه مثل ما ذكرت الانتحار هو محن ليس حل، انتحار هزيمة، انتحار خوف، انتحار ضعف، جبن قد يكون. ولهذا احنا دائما نشجع أنه الشاب وأنه عندما تواجهه يعني ضغوطات لابد أن يواجهه ويستطيع أن يحلها أو يستعين بأقاربه، يستعين بأهله، يستعين بأشخاص يعني يستطيعون أن يقدمون المساعدة والمعونة والمساندة حتى يقدر يواجه هذه الصعوبات. شنو تعليقك على عدوى الانتحار؟ نعم هذا مسجل لدينا يعني في بغداد، في أحد مناطق بغداد، بشارع واحد فرع يعني زقاق، ثلاث حالات انتحار وبأوقات قريبة يعني بأيام قريبة، كل يوم شخص ينتحر من هذه الشارع. تم يعني إرسال مفرزة من الشرطة المجتمعية، قدرنا أن نحقق بالموضوع، وجدنا أغلبهم عن طريق مواقع التواصل الاجتماعي ويتابعون مواقع يعني مشبوهة، مواقع تدعو للانتحار، تثقف للانتحار، تعلم عن الانتحار، وقدرنا نوصل لهذه يعني النتائج. وتم يعني تزويد الجهات المختصة بهذا الموضوع، ونحن بصدد يعني انه يعني الاجراءات هي صراحة يعني مواقع التواصل الاجتماعي يراد يعني مؤسسات سيطر عليها، قصدك سيطر عليها، ما نقول سيطر عليها بس توجه او تتابعها او ترصد زيان الحالات والمواقع المشبوهة اللي تحاول ان يعني تخرب القيم الشباب، تخرب افكارهم، معتقداتهم، طريقه يعني حياتهم، تغيرها نحو يعني امور غريبه وامور يعني مشبوهه، ومن ضمنها يعني ثقافه الانتحار. الحالات اللي تصير بسبب نتائج المدارس، يعني الطالب ممكن يقوم بهذا الفعل نتيجه خوفه من التعنيف الاسري، لو هو خاب ظنه بنفسه بعد ما طلعت نتائجه خلينا نقول ضعيفة بالامتحانات. أكثر من سبب، أسباب يعني هو شوف خصوصاً الشباب الصغار دائماً نحن يعني قبل نستبق الامتحانات كشرطة مجتمعية نثقف أولياء الأمور، لا تضغط عليه إنه هو يعني إمكانيته مثلاً يحصل معدل 80 تيجي تزيد من عنده 100 وتضغط عليه ترى كتلك ترى كذا ترى ترى، وبالتالي راح تجيب أولاً ضغوط سلبية وراح تصرفات أيضاً تكون سلبية، ردود أفعال سلبية قد تصل إلى الانتحار. كل سنة يعني عند إعلان النتائج يتم يعني تسجيل عدد من حالات الانتحار. هذا كان رأي الشرطة المجتمعية، والآن خلينا نسمع رأي الدين بهاي الظاهرة وشلون ممكن نحد منها. ابقوا يانا. بالبداية أريد أسألك شلون الدين الإسلامي ينظر إلى الانتحار أو قتل النفس؟ بالبداية بسم الله الرحمن الرحيم. الدين الإسلامي هو المشرع الرئيسي لكل القوانين في حياة الإنسان. الله سبحانه وتعالى حرم قتل النفس، قال لا تقتل النفس التي حرم الله. الرسول صلى الله عليه وآله وسلم شرح لنا هذه القاعدة التي وضعها الله سبحانه وتعالى بعدم قتل النفس. شوف الدين هو العلاج والوقاية لظاهرة الانتحار لو الإنسان يحتاج لعوامل أخرى؟ هل فقط نحتاج إلى الدين هو العلاج الوحيد للإنسان لكي لا ينتحر؟ لا طبعاً لا. أكو عوامل أخرى نحتاج؟ طبعاً أكيد أكو عوامل. مثل شنو؟ اليوم الإنسان إذا تمرض يذهب إلى الطبيب، خلص الطبيب هو المعالج أم هنالك عوامل مساعدة كالعلاج مثلاً كالرياضة
كالحالة النفسية كمساعدة. علاج نفسي قصدك؟ طبعا علاج نفسي. الإنسان يحتاج إلى المنتحر أو الذي يقبل على الانتحار أو أدى سلوك اتجاه الانتحار. أحسنت. يحتاج إلى أولا الدين يحتاج إلى من ينصحه بشيء إيجابي وليس سلبي وبطريقة صحيحة. ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة. ثم يحتاج إلى أسرة، ثم يحتاج إلى ناصح الذي ينصحه بكيفية تطبيق قانون الدين وكيفية الابتعاد عن قتل النفس. زين، شنو دور المؤسسات الدينية كحملات توعية، كبرامج توعي على الصحة النفسية حتى تبعد أفكار الانتحار عن الشباب؟ شنو دور المؤسسات الدينية هنا؟ حتى لا أبخس حق الجميع، الكل يعمل لكن ليس بالمستوى المطلوب. شنو اللي نحتاجه؟ شنو اللي يحتاجوهم؟ نحتاج تكثيف عمل، نحتاج ليست معالجة من الدين إلى قضية الانتحار، لا، معالجة الحالات السلبية بالمجتمع حتى لا يروح الإنسان إلى هكذا طريق. اليوم أكو سلبيات بالمجتمع، مثلا قضية عرفية، نحتاج نعالج هذه القضية حتى لا يذهب إليها المنتحر. مثلا أكو قضية اجتماعية داخل الأسرة، أكو انغلاق مثلا بالأسرة، أكو وكأنما سجن موجود، ونعالج هذا واحد. ونعالج الثاني الانفتاح الزايد، لا تكون لين فتعصر ولا صلب فتكسر. إذا عالجنا ذن السلبيات الموجودة بالمجتمع من خلال الدين، من خلال الناصح، من خلال الأب، من خلال الأم، من خلال الأخ، من خلال الأستاذ، من خلال المجتمع، راح نقدر نقضي على حالة أراها بالمجتمع كثيرة جدا وهي الانتحار. النبي يقول كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. زين شيخ، شنو نصيحتك للشباب اللي يفكرون بالانتحار كحل؟ نصيحتي أولا طبقوا المقولة التي تقول لا تكن لين فتعصر ولا صلب فتكسر. لا تذهبوا تتعمقوا في الدين بحيث يبعدكم عن الحياة، والدين ليس الابتعاد عن الحياة، ولا تذهبوا بطريق أنه أنا أبتعد من الدين وما لدي أتعمق وما لي علاقة. جعل نفسك بالوسطية، خلي نفسك بين هذا وهذا، عيش حياتك، يوازن، عيش حياتك. تقدر، أنا أقول للشخص المنتحر اللي يريد يقبل على الانتحار أو يفكر في الانتحار، أقول له تقدر تعيش. كثير من الحالات الموجودة بالمجتمع عندهم سلبيات وعندهم مأساة كثيرة، ما فكروا بالانتحار، فكروا عندهم دافع داخلي شلون أنهض من جديد. فأنا أقول عندكم بعد وقت، تقدرون تنهضون من جديد، تقدرون تعالجون كل مشاكلكم لكن بعيدا عن الانتحار. لأن إذا انتحرت شنو راح تسوي؟ شيخ، أنا أشوف أنه الشيء اللي مدى يفتهمه الناس اللي قاعد تفكر بالانتحار كحل، أنه كلش عادي إذا حسيت نفسك مو تمام، كلش عادي إذا تمر بأزمة نفسية، كلش عادي إذا تعاني. لكن المو عادي والمو صح والمو مقبول نهائيا أنه تكتم هذا الشيء بداخلك وما تطلب المساعدة. أطلب المساعدة ما دام أنت تقدر. هذا الشيء اللي مدى يتوضح، اللي مدى يتوضح أنه الصحة النفسية مهمة، أطلب مساعدة، ثقافة العلاج النفسي مهمة، تقدر تروح لأي دكتور. هذا الشيء ده نعاني منه. بالأخير إذا أريد أرجع على الأسئلة، أريد أسألك سؤال واحد، إنه شنو اللي نحتاج نقوله للحكومة كدعم وأيضاً للأسرة كواجب عليها حتى نبعد أفراد عوائلنا ومجتمعنا عن الانتحار؟ الشيء الرئيسي الثقافة. إذا ما عندي ثقافة أنه أستمع للغير راح أكتم بداخلي. إذا ما عندي ثقافة السؤال، أمير المؤمنين يقول اثنان لا يتعلمان، المستحي والمتكبر. المستحي أني أستحي أسأل، أني عيب شنو يقولون علي. كطبيعة مجتمع للأسف عندنا حتى العلاج النفسي عيب، وهذا خطأ، مو فقط في المؤسسة الدينية، هي المؤسسة الدينية هي من صلب المجتمع، حتى بالجامعات، حتى في كل مكان. إذا تسمع شخص راح مثلا ذهب إلى طبيب، إذا طبيب نفساني شنو نسوي عليه؟ لأننا لا نمتلك ثقافة عامة وثقافة أنه أقدر أفرغ الطاقة السلبية عند شخص وهذا الشخص هو يساعدني. أغلبية الناس لا تحتاج إلى دعم مادي، تحتاج إلى دعم نفسي. الدعم النفسي يأتي من خلال ماذا؟ من خلال الكلام، لكن الكلام الحسن.
الثقافة هي اللي تخليني أنه أنا ما أكتم بداخلي، وتخليني تخلي شخص أنه أثق به، أتكلم له، أنطي كل أسراري، أو يعالج لي بعض الجزئيات اللي بداخلي حتى أبتعد من هذا الموضوع السلبي جداً اللي انتشر عند الشباب للأسف الشديد. شيخ أنا جداً شاكر لقائك، شكراً لمعلوماتك اللي شاركتها ويانا. خدمتكم خدمتكم. شكراً لك. حياكم الله. سجاد وهاجر مجرد اسمين بقائمة طويلة كلش بضحايا الانتحار ومحاولاته بالعراق. وحتى نحد من هاي المحاولات لازم ندرس الموضوع وندرس الأسباب سياسياً واقتصادياً واجتماعياً ونفسياً أيضاً. حتى نلقى الحلول لازم يصير تعاون بين الحكومة والمجتمع والمؤسسة الدينية حتى نقدر نبني مستقبل أفضل لشبابنا. ولازم ما ننسى أنه التفاؤل هو مفتاح الحل لكل مشاكلنا النفسية. وبالأخير أضحك للدنيا حتى الدنيا تضحك إليك ولأحبابك.